هلا لهلا نحن مستمرين بهالعمل هذا، ونتمنى ان شاء الله الله يفرج على كل الناس اللي تضرروا بهالزلزال هذا. اتجهت جنب بيت اخي، شفت الرماد البنايه واقعه تماما، فاقتنعت انه مستحيل، ما يعني صعب انقاذهم. بيت عمتي جنب منه نفس الوضع تماما، باقي الابنيه كلها مهدمه على ارض الواقع، ما في بناء نهائيا. شارع المزرلك بضم مجموعه كبيره من السوريين، نتيجه علاقاتنا والفتره الزمنيه اللي موجودين نحن فيها هون، التف حولنا 40 50 شاب سوري، وكان القرار انه 9:30 الصبح انه نبتدي باغاثه الناس، باعتبار كان في مطر وبرد كثير، وكان في يعني كانت الدوله ما متدخله، لانه حتى اللي بده ينقذك كان بده مين ينقذك. بهذيك الفتره العصيبه فاجتمعنا 40-50 شاب سوري، يعني هالبناية هيدي هون مقابلك تماما، تم انقاذ 2 نساء منا بعد يوم من الزلزال. في مناطق كتير انتشروا الشباب بمعظم الأبنية، وين نسمع صراخ امرأة، صراخ طفل، صراخ مستغيث، فكانوا السوريين عم بيساعدوا الجميع بشكل بدون استثناء. صارت في إعانة للناس حتى بتأمين حاجياتهم، بتأمين بطانيات، في معظم النساء كانت تنزل على الشارع بثياب النوم، فتأمين بطانيات من الردم، تأمين مقاعد، تأمين هيك. هلا نحن استمرينا بهالعمل هذا لحد اليوم، تم إنقاذ العديد من الناس، تم دفن جثث كثير من قبلنا، في كان عدة مقابر بيلد الفتحي، تم ترحيل جثث كثير على باب الهوى، تم إغاثة ناس كثير، تم بناء خيام. في مطعم حاليا عبر برويش، مطعم ورد بالريحانية، عم بيأدي خدمات كبيرة للنازحين السوريين وللنازحين الأتراك، عم بيقدم 11,000 وجبة يوميا. عم نتعاون معه بتوزيع هالمواد هذه والإشراف على موضوع العمل يعني.